عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة أم ريتال. اليوم غادي نوجدوا واحد الكيكة اللي كتجي لذيذة بزاف. غادي نحتاجوا في المقادير هنايا الكاس ديال إلا ربع ديال الزيت نباتية، كاس إلا ربع سكر سنيدة، كاس ديال عصير بنكهة الخوخ، يمكن لكم تختاروا النكهة اللي بغيتو، زوج بيضات، رشة الملحة، كيس فاني، جوج الأكياس خميرة كيماوية، والدقيق. بالنسبة للتزيين غادي نحتاجوا 3 معالق كريم باتيسير، 3 كؤوس حليب، 2 معالق ديال القشور الحامض محكوكين، 1 فاني وكيوي. غادي نبداو بتحضير الكريمة هي الأولى اللي غادي نحتاجو ليها باش تبرد لينا. في إناء فوقنا المتوسطة غادي نوضعو الحليب مع 3 معالق ديال السكر سنيدة، السكر كيبقى على حسب الذوق، قشور الحامض أو لا كريم باتيسير. غادي نحركو بخلاط يدوي حتى تعقد لينا لا كريم ديالنا. كيف كنشوفوها عقدت غادي نطفيو عليها النار ونغطيوها ببلاستيك غذائي، نوضعوها على جنب نخليوها تبرد ونمشيو نحضروا الكيك ديالنا اللي غادي نبداو بيه بالبيض، فاني، رشة الملحة، سكر سنيدة. غادي نخلطو هاد العناصر حتى تندمج لينا مع بعضياتها، نضيفو ليها الزيت، غادي نحركوه مزيان، ثم نضيفو كاس ديال العصير ديال الخوخ، غادي نحركوه، عاد نضيفو الدقيق بشوية بشوية. هنايا عبرت بكاس ديال العنبة اللي تقريبا غيكون متوفر عند جميع السيدات. غادي نبداو نضيفو فيه على شكل دفوعات، نضيفو 2 أكياس الخميرة كيماوية، هنايا غادي نضيف باقي الكمية حتى حصلت على القوام اللي بغيت. تقريبا خدات ليا 3 كؤوس عامرين ديال الدقيق. غادي نطربو الكيكة ديالنا مزيان حتى تندمج لنا الدقيق مع باقي العناصر. غنوضعوها في مول دائري او اي شكل اللي بغيتو، من الاحسن يكون كيتحل من الجناب. غادي نوزعو هذيك لا كريم اللي حضرنا في الاول فوق الكيكه بشكل متساوي. غنستمر بهذه الطريقه حتى نملأ جميع الفراغات. نستمروا بنفس الطريقة تكملوا الكمية اللي عندنا ديال لاكريم. ومن بعد غادي نمشيو نحضروا الطبقة اللي كتجي من الفوق. اللي غادي نحتاجو فيها الكيوي نقطعو على هذا الشكل هذا، وغادي نوضعو فوق الكيك ديالنا حتى هو بنفس الطريقه بشكل متساوي. هاد الكيكه صراحه كتجي لذيذه بزاف وبشكل راقي ومختلف ومذاق مميز. كنتمنى تجربوها.
بالنسبة للتزيين، أنا خديت نص معالق ديال السكر سنيدة، ضفت ليهم كيس ديال الفاني ورشيتهم عليها من فوق. بالنسبة للناس اللي مكيبغيوش حلاوة يمكن يستغناو على السكر. غادي ندخلوها الفرن على درجة 180 درجة، غادي نشعلو عليها من تحت حتى تطيب، عاد نشعلو الفوق. الكيكة ديالي بعد ما خرجتها من الفران زينتها بقليل من النباج وقطعة ديال الملون الغذائي باللون الأخضر، حيت الكيوي كيفقد البريق ديالو مع درجة حرارة الفرن. قطعت عليكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش جات. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. إذا عجبتكم ما تنساوش تخليوا لي لايك وتابوناو في القناة، وشكرا لكم على المتابعة.